السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في كل مكان. هنبدأ النهاردة مع بعض بيونت 2 بعنوان راشونال نمبرز، يعني الأعداد النسبية. ذاكر مع بعض lessons 1 and 2 إن شاء الله أشرحها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. لنبدأ مع بعض. النهاردة درسنا بعنوان using a number line to describe data، هنستخدم النهاردة خط الأعداد عشان نوصف البيانات، وكمان using a number line and symbols to compare numbers، وهنستخدم كمان خط الأعداد والرموز علشان نقارن ما بين النمبرز الأرقام. تعالوا كده معايا في البداية نتذكر جزئية احنا اخدناها قبل كده، وهي ايه؟ وهي عندنا counting numbers. هي ايه؟ هي counting numbers. counting numbers من اسمها count، يعني يعد، يعني ارقام العد او اعداد العد. counting numbers دي as، يعني زي ايه؟ زي عندنا 1 2 3 4. لو انا جيت قلت لك اللي قدامك ده ايه، قلت لي ده بوك، هتقول لي ده ايه؟ ده عندنا بوك. هقول لك اعمل counting 1 2 3، هتقول لي دول يا مس 3 بوكسز، يعني دول 3 كتب. يبقى انت عملت كده ايه؟ عملت counting. يبقى معنى كده عندنا counting numbers as 1 2 3 4 5 and so on. عندنا النمبرز دي without ending، يبقى counting numbers without ending، يعني ملهاش نهاية كل النمبرز اللي معايا. لكن هي counting numbers start with، بتبدأ بايه؟ تبدأ عندنا ب number 1. طيب لو جيت بعد كده قلت لك عندنا natural numbers، عندنا كمان natural numbers. natural numbers دي الأعداد الطبيعية، زي ايه؟ عندنا بتبدأ starting with 0، تبدأ بالزيرو. لما اقول 0 1 2 3 4 5 6 so on، يعني without ending، يعني بدون نهاية. تمام، يبقى كده عرفنا counting numbers starting with A، with عندنا number 1، وعندنا natural number ودي بتبدأ عندنا بايه؟ بزيرو. تعالوا النهاردة هنتكلم integers numbers. يعني ايه integers numbers؟ يعني الاعداد الصحيحة، والاعداد الصحيحة دي يعني بتشمل عندنا all numbers، كل numbers اللي معايا. يعني ايه؟ يعني عندنا integers numbers دي بتتكون من natural numbers، الاعداد اللي هي طبيعية زي 0 1 2 3 4. بس كده لا، كمان عندنا في numbers تانية. هي ايه numbers التانية دي؟ عندنا في numbers لكن بتكون numbers دي below 0، تحت الزيرو. هو ايه ده؟ هو في حاجات عندنا او في numbers بتكون below 0؟ اه طبعا في numbers بتكون تحت الزيرو. تعالوا كده مع بعض نشوفها. لو انا جيت قلت لك in Canada sometimes the temperature records 30 degrees celsius below zero، درجة الحرارة في كندا كام؟ عندنا هقول 30 degrees celsius. شايفين معايا هكتب ايه؟ هكتب below. يعني ايه below؟ يعني تحت. تحت ايه؟ تحت zero. تعالوا معايا، ده عندنا ايه؟ ده number line. number line هنا في النص في ايه؟ عندنا في zero، واحنا طابعين after zero، واحنا طبعا عارفين after zero معايا ايه؟ معايا عندنا 1 2 3 4 5 وبعدين 6 وبعدين 7. ها هتقولي يا ميسي دي numbers كتيرة قوي قوي، يبقى هقولك and so on، بلا نهاية. طيب احنا قلنا ايه؟ قلنا below zero، تحت الصفر. هو في numbers هنا عندنا تحت الصفر؟ اه طبعا عندنا هنا في ايه؟ في numbers. طيب اللي هي ايه؟ عندنا هنا في كده، عندنا دي اسمها ايه؟ شايفين معايا في علامة الماينس دي، وهنا عندنا 1، دي اسمها نيجاتيف 1، اسمها ايه؟ نيجاتيف 1. طيب عندنا دي، ها لو جيت هنا قلت لك ايه؟ هتقولي دي نيجاتيف 2، وبعدين عندنا كده نيجاتيف 3، ها نيجاتيف 4، وبعدين نيجاتيف 5 and so on، برضو بلا نهاية. هنا عندنا في برضو نمبرز كتيرة. يبقى انا لما اجي امثل حاجة عندنا below zero تحت الصفر، فعندنا الحاجات دي اسمها ايه؟ اسمها negative numbers. negative number اسمها ايه؟ negative numbers. تمام، دي الاعداد اللي بتكون negative. يعني ايه negative؟ يعني اعداد بتكون فيها minus، فيها ايه؟ فيها السالب ده او فيها الماينس ده. طيب يا مس ودي اسمها ايه؟ اسمها بوزيتيف. اسمها ايه؟ اسمها بوزيتيف نمبر. اسمها بوزيتيف نمبر، يعني اعداد بتكون كلها بعلامة البلس، يعني اعداد موجبة. ولو لاحظنا برضو ان عندنا هنا في زيرو، الزيرو معانا في النمبرز دي كلها، واحنا قلنا مين عندنا اللي بيكون فيه
زيرو او النمبرز اللي بتكون فيها زيرو قلنا natural numbers. ايه هي natural numbers؟ ما هي natural numbers دي فيها زيرو 1 2 3 4 and so on. يبقى عندنا اللي هو integers ده، الاعداد اللي هي بتكون integers دي بتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن negative numbers and positive numbers، او بقول negative numbers and natural numbers، الاعداد اللي بتكون فيها سالبة، و natural numbers الاعداد اللي هي بتكون طبيعية لان بيكون فيها 0 1 2 3 4 واحنا معانا في النمبر لاين بتاعنا 0 1 2 3 4. يبقى لما يجيني كده سؤال عندنا نيجاتيف 2 دي عندنا ايه؟ هقول له دي نيجاتيف نمبرز. طيب عندنا هنا مثلا يقول لي 1 يقول لي 2 او 3 عندنا، هقول له دي بوزيتيف نمبرز. يبقى دي النمبرز البوزيتيف، البوزيتيف دي مش بيكون قدامها عندنا فيها ماينس، وعلامه الماينس احنا بنكتبها كده، بنكتب الاول عندنا ماينس او النيجاتيف يعني، واكتب جنبها نمبر كده 1، فدي اسمها نيجاتيف 1، كده عندنا اسمها نيجاتيف 2، كده عندنا اسمها نيجاتيف 3، ها كده عندنا اسمها ايه؟ نيجاتيف 4. طب حد هيسال كده ويقول طب يا مس عندنا الزيرو ده هقول تبع النيجاتيف ولا تبع البوزيتيف؟ لا، عندنا الزيرو ده ولا هو عندنا بوزيتيف ولا هو عندنا نيجاتيف، ولا ده ولا ده، الزيرو ايه ولا هو بوزيتيف ولا هو ايه ولا هو عندنا نيجاتيف. يبقى عندنا دلوقتي لما يجي يقول لي في الامتحان ذا بوزيتيف نمبرز از، هقول له زي 1 2 3 4 5 and so on. اما عندنا نيجاتيف نمبرز زي ماينس 1 او نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 وان سو اون، فدول عندنا بقول عليهم نيجاتيف نمبرز ودول بقول عليهم ايه؟ بوزيتيف نمبرز. اما عندنا زيرو ولا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، تمام؟ يبقى عندنا زيرو ولا هو بوزيتيف ولا هو ايه؟ ولا هو نيجاتيف، تمام؟ الزيرو ده انا بقول عليه the origin، الزيرو ده انا بقول عليه the origin. يعني ايه the origin؟ الاصل او نقطة الاصل، النقطة اللي عندنا ببدأ منيها. لو احنا بنتكلم عن natural number مش احنا قلنا start with zero، بنبدأ بالزيرو، فانا بقول zero one two three four five six. ولو بتكلم عندنا من ناحية النيجاتيف هقول برضو zero minus negative one negative two negative three negative four negative five وهكذا and so on، صح؟ يبقى عندنا احنا بنبدا كل مره بايه؟ بنبدا عندنا بزيرو، فزيرو هو عندنا the origin، هو ايه؟ the point that represented zero is called the origin. مره تانية the point represented zero اسمها ايه؟ اسمها the origin، المنطقه اللي بتمثلنا عندنا زيرو فهي ايه؟ فهي عندنا اسمها the origin، يعني نقطه الاصل. طيب تعال قولهم مره كمان، قلنا counting numbers زي 1 2 3 4 and so on، وقلنا natural numbers زي 0 1 2 3 4. اخدنا بعد كده النهارده حاجه اسمها integers، وانتجرز دي قلت هي عباره عن positive and negative number، عباره عن كل النمبرز اللي معايا، وقلنا عندنا الزيرو هو عندنا بيمثل لي the origin، بيمثل لي عندنا ايه؟ the origin، بيمثل لي نقطه الاصل. هو عندنا positive ولا هو negative؟ هقول له لا، zero is neither positive نور نيجاتيف، يعني ولا هو عندنا تبع البوزيتيف ولا هو تبع البوزيتيف ولا هو تبع عندنا النيجاتيف. الزيرو بقول عليها the origin اللي هي منطقة الأصل عندنا on the number line، تمام؟ طيب تعالوا معايا دلوقتي، قلت لك هنا 5.5، عاوز أعرف هل هي integers or not integers؟ تعالوا كده نشوف موجودة عندنا هنا على النمبر لاين، لا هي مش موجودة عندنا هنا، فبالتالي هقول له لا. طيب لو جيت أنا قلت لك مثلا عندنا في ايه؟ في مثلا عندنا 0. مثلا 4، ها عندنا integers numbers or not؟ هتقول لي برضو لا. طيب لو انا مثلا جيت قلت لك عندنا 5 and 4 over 5، ها دي هتقول لي دي عندنا integers numbers؟ هتقول لي لا يا مس، عندنا دي مش integers numbers. ليه؟ علشان هي عندنا fraction وهنا ما اخترناهوش، عشان هنا عندنا decimal والdecimal fraction مش موجودين هنا على number line، فبالتالي عندنا fractions and decimals which is not whole numbers is not integers. انا بشتغل بس على مين؟ على whole numbers، على اعداد صحيحة، ولا بشتغل على decimals ولا بشتغل على fraction. يبقى integers دي ولا هي decimal ولا هي عندنا fraction، هي بتكون whole numbers، اعداد صحيحة. هي بتكون ايه؟ بتكون whole. يعني ايه whole؟ يعني صحيحة، يعني 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 دي اسمها كده whole. لكن هقول له fraction لا، هقول له عندنا في decimals هقول له برضو لا، هي بس بتكون عندنا whole. طيب تعالوا معايا مثلا كده ايه، ناخد مثلا جزئية تانية.
لو جيت قلت لك هنا عندنا 7 over 7 ها هقول عليها integers ولا not integers؟ ها 7 over 7 فكروا معانا كده ثواني، هقول عليها integers ولا not integers؟ هتقولي يا مس طبعا دي integers. هتقولي ليه يا مس؟ ما انت لسه دلوقتي قايله ان الفراكشنز والديسيمالز بقول عليها not integers، لكن هنا دي 7 over 7 لما اجي اخليها in the simplest form 7 over 7 equals ايه؟ equals 1. 1 هو معانا فين؟ في البوزيتيف نمبرز، يبقى ده بقول عليه integers numbers، لكن ده ما اقدرش اقول عليه لان ده عندنا هو كده اصلا in the simplest form. فهنا عندنا هو ده كده ابسط حاجه، فهنا عندنا ده موجود؟ لا مش موجود، فده عندنا fraction ما اقدرش اقول عليه integers، بقول عليه not integers. تمام؟ قلت لك 12 over مثلا 3 ها هقول عليه integers or not integers؟ هتقولي ايه يا مس؟ ده عندنا integers. ليه integers؟ عشان لو قلت 12 divided 3 equals 4 و 4 دي موجودة معايا في integers، موجودة معايا فين؟ في integers او موجودة معايا على النمبر لاين الخاص بيه integers، فبالتالي عليا فبالتالي بقول ان 4 دي integers، بقول عليها ايه؟ integers. يبقى مرة تانية عندنا integers هي عبارة عن negative و positive numbers لكن كلها بتكون whole، بتكون ايه؟ whole يعني صحيحة، لا يكون فيها fraction ولا يكون فيها decimals. لكن الفراكشن لو جيت انا عملت له وخليته in the simplest form واداني في الاخر whole يبقى ده هقول عليه integers. تمام؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعده. طيب طبعا برضو في نقطة هقولها، عندنا الشكل اللي قدامنا ده اسمه horizontal number line، ده بتمثل عندنا بالشكل ده، ممكن ارسمه كمان كده عندنا vertical. انا ممكن برضو ارسم النمبر لاين بتاعي كده بشكل يكون vertical، برضو نفس الشيء هنا عندنا 0 هنا عندنا من فوق 1 هنا 2 هنا 3 and so on، تحت كمان عندنا نيجاتيف 1 هنا نيجاتيف 2 عندنا هنا نيجاتيف 3 and so on. يبقى ممكن امثله كده horizontal وممكن امثله كده vertical. تمام؟ تعالوا معايا هنا، لو انا جيت قلت لكم ان the distance المسافة عند number 3 وهنا عندنا عند negative 3، هل عندنا الdistance from 0 to 3 هي هي نفس الdistance from 0 to negative 3؟ ها هما الاتنين عندنا the same ولا لا؟ تمام؟ اكيد طبعا هتقولي ايوة. ليه؟ عندنا on the number line any two numbers that are the same distance from zero، اي two numbers عندهم the same distance from zero، يعني هنا عندنا zero to three وهنا zero to negative three، يبقى عندنا هما الاثنين بيكونوا opposite، هما الاثنين مقابلين لبعض، بقول عليها اسمها additive، ركزوا معايا فيها inverse. يعني ايه اديتيف انفيرس؟ معناها معكوس الجمعي. يعني ايه معكوس الجمعي؟ يعني عندنا 3 دي ايه؟ 3 دي بوزيتيف، وعندنا الماينس 3 او نيجاتيف 3 فدي هي عندنا نيجاتيف، فبالتالي عندنا ال 3 دي الاديتيف انفيرس ليها ماينس 3. طيب ليه؟ لو جيت واحنا قلنا هنا عندنا from 0 to 3 لو جينا شفنا فيها كام يونتس، عندنا هنلاقي كده عندنا 1 2 3 فكده عندنا كام؟ 3 يونتس. طيب برضو لو بدأنا عندنا start from 0 كده 1 2 3 لحد هنا عندنا ايه؟ minus 3 او negative 3، برضو هنلاقي هنا كام؟ هنلاقي 3 يونتس. يبقى عندنا distance هنا هي عندنا distance اللي هي بتكون opposite ليها المقابلة ليها اللي هي مين؟ عندنا minus 3. فطالما عندنا 3 ليها، فطالما عندنا 3 ديت الاوبزيت بتاعتها المقابله ليها في النيجاتيف هي ماينس او نيجاتيف 3، دي بقول عليها اديتيف انفيرس. لو جيت قلت لك مثلا عندنا نمبر 4 دي فين الاوبزيت بوزيشن ليها؟ هتقولي عندنا المقابله ليها اللي هي عندنا دي صح اللي هي نيجاتيف 4. لو جينا شفنا عندنا كده 1 2 3 4 هنا دول 4 يونتس، هنا 1 2 3 4 فهنا عندنا برضو 4 يونتس، فبالتالي دي اسمها اديتيف انفيرس يعني معكوس جمعي. يبقى عندنا اديتيف انفيرس لل 4 هتقول لي عندنا ماينس 4، لو جيت قلت لك اديتيف انفيرس لماينس 4 هتقول لي 4، لو جيت قلت لك اديتيف انفيرس عندنا ان ليه ماينس 5 هتقول لي مين؟ هتقول لي 5، لو جيت قلت لك اديتيف انفيرس لل 5 هتقول لي مين؟ هتقول لي ماينس 5 او نيجاتيف 5. تمام؟ لو جيت قلت لك سؤال ها عاوز اجيب اديتيف انفيرس لنمبر 0، ها اديتيف انفيرس لنمبر 0 فينه؟ موجود على النمبر لاين.
يا ترى فين الديتيف انفيرس؟ فين الاوبوزيت اللي بيكون للزيرو؟ فين عندنا؟ هتقول لي يا مس عندنا هو نفسه الزيرو ملهوش عندنا اوبوزيت، ملهوش حاجه مقابلها، فبالتالي عندنا زيرو لما اجي اجيب الديتيف انفيرس بتاعته هي زيرو، او يقول لي the opposite of zero is zero. الزيرو هو زيرو، الديتيف انفيرس للزيرو هو عندنا زيرو، تمام؟ يبقى لما اجي اقول لك مره ثانيه هات لي كده the additive inverse لنمبر 2 هتقول لي ايه؟ هتقول لي نيجاتيف 2. لو جيت قلت لك additive inverse للزيرو هتقول لي ايه؟ هتقول لي زيرو. انا دلوقتي عاوزه اعمل comparing، عاوزه اعمل كده مقارنه. يبقى احنا خلاص اتكلمنا عن الجزئيه دي، تعالوا نتكلم برضو عن اخر جزئيه كده معايا في الدرس بتاع النهارده. البوزيتيف نمبرز دي انا بعبر فيها عن الحاجات اللي بتكون فيها جين، فيها مكسب، فيها ايه؟ فيها عندنا جين. يعني ايه جين؟ يعني مكسب او ربح. يعني مثلا انت ايه جين 5 باوندز، كسبت 5 جنيه، فبالتالي انا بعبر باستخدام عندنا البوزيتيف نمبرز، تمام؟ اللي هي الاعداد ديت. طب لو انا جيت قلت لك بدل ما انا كسبت انا حصل لي ايه؟ حصل لي عندنا لوس، يعني خسرت، فبالتالي انا بعبر عنها بايه؟ اللي هي النيجاتيف نمبرز، صح؟ طيب لو انا جيت قلت لك عندنا مثلا بيلو، تحت مثلا سطح الارض، تحت درجه الحراره مثلا كده، هتعبر عنها بايه؟ هتعبر عنها برضو بالنيجاتيف. طب لو انا جيت قلت لك اباف، يعني مثلا فوق سطح الارض، هتستخدم البوزيتيف عشان تعبر عن حاجه بتكون مثلا اباف ذا جراوند، فوق سطح الارض. طب لو انا قلت لك اد، انا مثلا ضفت مثلا مصروفك، او ضفت لك مثلا مرتبك، او ضفت لك مثلا حاجه مثلا على حاجه، فبالتالي عندنا انا برضو استخدمت بوزيتيف نمبرز. طب لو انا جيت قلت لك عملت ديكريز، عملت ايه؟ عملت ديكريز، يعني ديكريز يعني قل. فطالما الحاجه عندنا بتقل برضو انا بستخدم ايه؟ بستخدم النيجاتيف نمبرز. طب لو قلت لك مثلا الكلمه دي برضو معانا في المنهج اسمها withdraw، اسمها ايه؟ withdraw. يعني ايه withdraw؟ معناها بيسحب، سحبت الحاجه دي او سحبت الشيء، معناها الحاجه دي بتقل، تمام؟ يبقى معنى كده انا بستخدم ايه؟ بستخدم نيجاتيف نمبرز. يبقى الحاجات دي كلها او الكلمات دي انا بعبر عنها، لما اجي اعبر عنها بستخدم اللي هو نيجاتيف نمبرز. اما لما اقول زي gain، زي above، زي add، انا بستخدم او بعبر عن الحاجات دي باستخدامي لي اللي هي باستخدام البوزيتيف نمبرز، تمام؟ طيب دلوقتي انا عاوزه اعمل comparing، عاوزه اعمل مقارنه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انا عندي نمبر، ها نمبر 2، وعندي مثلا نمبر 3، مين عندنا ذا بيجست؟ هتقولي يا مس احنا خدناها قبل كده، عندنا 2 ولا 3؟ هتقول له طبعا 3. هقول لك ممتاز، عندنا هنا 4 وعندنا هنا مثلا نمبر 1، ها مين عندنا ذا بيجست؟ هتقولي يا مس الحاجات دي خدناها في سنه اولى، عندنا دي 4 طبعا ذا بيجست. طب لو انا جيت قلت لك عندنا 4، تمام، ولا جيت قلت لك مثلا ماينس 4 او عندنا نيجاتيف 4، هتقول لي ذا بيجست، هتقول لي مس، هتقف كده شويه وهتتلخبط وهتقول لا مش عارف مين عندنا ذا بيجست، ذا بيجست 4 ولا ماينس 4. هقول لك ارجع دلوقتي في الجزئيه اللي انا شرحتها هنا، قلت لك لما يقول عندنا جين، قلت لما يقول مثلا جين كسب حاجه، او قلت لك ان هو عمل اد لحاجه، او عمل مثلا او اباف او فوق، الحاجات دي كلها معناها ايه؟ معناها ان انا بستخدم البوزيتيف نمبرز. معنى كده البوزيتيف نمبرز دي اعداد كلها مكسب، اعداد كلها حاجات ما بتخسرنيش. يبقى طالما انا على طول بكسب او حاجه فوق او حاجه عندنا بضيفها، يبقى على طول عندنا الفور دي بوزيتيف نمبرز از بيجر ذان ذا، از بيجر ذان عندنا اللي هو النيجاتيف نمبرز. يبقى عندنا اي نمبرز، اي نمبرز بيكون موجود هنا في البوزيتيف يعني بيكون موجب، بيكون is bigger than اي نمبرز بيكون عندنا في النيجاتيف. يبقى كل الارقام اللي هنا عندنا اكبر من الارقام اللي بتكون هنا. يعني 4 ولا 4؟ لا هتقولي عندنا 4 طبعا هي ذا بيجست. 5 ولا ماينس 5؟ هتقولي لا 5 طبعا ذا بيجست. هتقولي هقول لك 6 ولا عندنا مثلا ماينس 3؟ هتقولي لا طبعا عندنا 6. هقول لك طبعا عندنا 2 ولا ماينس 5؟ هتقولي لا طبعا 2. تمام؟ مرة تانية، اي نمبرز بيكون عندنا هنا بوزيتيف، بيكون بوزيتيف يعني موجود هنا، يعني 0 1 2 3 4 بيكون بيجر ذان اي نمبرز بيكون موجود عندنا في ناحية النيجاتيف، في ناحية الاعداد اللي بتكون من هنا. او حاجة تانية، اني نمبرز بيكون عندنا فروم ذا رايت، يعني اي نمبرز بيكون عندنا موجود ناحية اليمين من الزيرو، فعندنا ده بقول عليه بيجر ذان اللي موجود هنا عندنا فروم ذا ليفت. طيب حد هيقول يا مس طب انا لو جيت قلت مثلا
عندنا امسح دول وجيت قلت قارنت عندنا ما بين دول هقول ماينس 5 ولا يا مست عندنا ماينس 3 مين عندنا ذا بيجست. لما اجي اعمل كومبيرنج ما بين حاجتين بيكونوا نيجاتيف يبقى على طول انا بختار الحاجه اللي بتكون فروم ذا رايت برده من ناحيه اليمين. يعني عندنا ماينس 3 ولا ماينس 5؟ لا عندنا الكبير ذا بيجست اللي هو ماينس 3 او عندنا نيجاتيف 3 هو ده عندنا بيجر ذان ده. ليه؟ لان احنا عندنا كل ما بنطلع كده لفوق الحاجه دي قدامنا بيحصل لها ايه؟ ديكريز بتقل. يعني عندنا ماينس 3 ولا ماينس 4؟ لا طبعا عندنا ذا بيجست اللي هو ماينس 3. تمام. يبقى انا كل ما بمشي عندنا from the right in numbers فده بيكون عندنا is bigger than التاني. يعني عندنا هنا minus 3 ولا minus 4؟ هتقولي لا minus 3. طيب minus 2 عندنا ولا minus 5؟ لا هتقولي minus 2. طيب minus 6 ولا minus 4؟ هتقولي لا minus 4. the biggest. تمام. يبقى عندنا كل ما بمشي كده من ناحية النمبر اللي ناحية اليمين هو اللي بيكون عندنا the biggest. طيب minus 4 ولا عندنا 1؟ لا ده ناحية اليمين يبقى ده عندنا 1. طب ماينس 5 ولا عندنا 3؟ لا ده ناحيه اليمين يبقى 3. طب 6 ولا قلت مثلا عندنا ماينس 4؟ هتقولي لا طبعا 6 يا مس عشان هي كده ناحيه ايه؟ اليمين اللي هو ناحيه اليمين عندنا ماينس 4. كل الكلام ده هيتضح اكتر برضو علشان لو في حد حاسس نفسه ان هو اتلخبط. فتعالوا معايا دلوقتي خلاص كده انا خلصت شرح الدرس بالكامل، فتعالوا معايا نبدا كده نحل اكسرسايز نمبر 5. تعالوا معايا نحل اكسرسايز نمبر 5. بيقول هنا which of the following is an integer. مين عندنا في دول integer؟ قلنا integer هو عندنا اللي بيكون whole number. بيكون ايه؟ بيكون whole number. ده عندنا whole number اه هقوله طبعا تمام. ده عندنا whole number هتقولي ده مستر فراكشن. طب تعالى كده قول 9 divided 9 هتقولي بكام؟ هتقولي ب 1 فاصبحت whole صح؟ يبقى دي عندنا ايه؟ integer. لا دي عندنا فيها ايه؟ دي فيها ديسمول. طالما عندنا فيها ديسمول يبقى هقول له ايه؟ هقول له نوت انتجر. طيب هنا عندنا طبعا ده فراكشن هقول له برده نوت انتجر. لا طبعا هنا عندنا برده ده فراكشن هقول له نوت انتجر. هنا فيها ديسمول يبقى هقول له نوت انتجر. هنا عندنا فيها زيرو زيرو اه طبعا هقول له انتجر. هنا عندنا 15 اوفر 5 لو حسبناها هنلاقيها 15 اوفر 5 عندنا ب 3 يبقى 3 دي انتجر. تمام لانها عندنا ايه؟ عندنا هول. تمام. طيب برضو نقول مرة تانية علشان لو في حد مثلا وقعت معاه معلومة. دلوقتي احنا عندنا integers numbers زي كل numbers اللي بتكون whole زي ما شفناها على number line زي 0, 1, 2, 3, 4 and so on و minus 4, minus 2, minus 3 او بقول عليها negative. فبرضو عندنا كل numbers دي كلها whole بقول عليها integers numbers. طيب the smallest natural number قلنا natural number هو اللي عندنا start with بيبدأ بايه؟ بيبدأ عندنا بزيرو. And the smallest counting numbers قلنا counting numbers بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بـ number 1 يبقى هقول له 1. The smallest positive integer number مين عندنا smallest positive integer؟ مين أصغر حاجة في الـ positive integer؟ هقول له عندنا 1 صح؟ مش هو عندنا في الـ number line في الـ positive بيبدأ أول حاجة بـ 1. And the greatest negative integer مين أكبر حاجة عندنا في greatest negative integer number؟ والسؤال ده مهم جدا. احنا بنتكلم عن مين؟ عن negative integer ويكون عندنا greatest. ها مين عندنا؟ هقول له قلت النمبر لاين بتاعنا اهو واحنا عندنا هنا في زيرو صح؟ ويبدأ عندنا اللي هو negative numbers او negative integers اللي هي ايه؟ اللي هو عندنا minus 1. وقلنا طول ما احنا بنمشي from the right هو بيكون عندنا the biggest. يبقى مين the biggest عندنا في negative integers؟ هقول له number نيجاتيف 1. هقول له ايه؟ هنا عندنا في ماينس نيجاتيف 1 يعني. تمام. ذا سمولست نون نيجاتيف زيرو هو بيقول لك ايه؟ مش نيجاتيف يبقى هقول له زيرو. اند ذا جريتست نون بوزيتيف انتجرز ومين عندنا نون برضو مش بوزيتيف هقول له مين؟ هقول له زيرو. تمام. ان احنا قلنا زيرو ولا هو بوزيتيف ولا هو عندنا نيجاتيف. تمام. The number not is neither positive nor negative مين هو ولا positive ولا هو negative؟ قلنا مين؟ قلنا zero. The integers between عندنا عاوز الانتجرز عاوز يعني الاعداد الصحيحة اللي ما بين عندنا minus 3 او positive negative 3 and 2 مين ما بينهم؟ minus 3 ها مين بعد كده عندنا minus 2 وبعدين عندنا minus 1 وبعدين عندنا 0 ها
1 كده 2 و3 و4 وهكذا، هو بس عايز لحد نمبر 2. طيب integer which just next to minus 4، مين بيقول اللي هي بعد minus 4؟ المجاورة مين عندنا ليه minus 4؟ هقول له عندنا اللي هي negative 3 او minus 3. ليه؟ لان احنا عندنا مين عندنا بيكون bigger than minus 4 او negative 4 اللي هي negative 3. مش احنا بنمشي كده from the right ناحية اليمين. طيب مين عندنا before negative 10؟ هي مين عندنا minus او negative 11. The number of integers between minus 4 and 3. مين عندنا numbers اللي هي integers يعني between minus 4 و 3. يبقى عندنا minus 4 هقول minus 3، ها minus 2، وبعدين عندنا minus 1، وبعدين عندنا 0 1 2، وبعدين لحد ايه؟ لحد 3. طيب هو عاوز the number عددهم كام اصلا؟ 1 2 3 4 5 6. هقول له كام؟ هقول له 6، لان هو عاوز بس معناها بيقول the number عاوز عددهم كام واحدة، هم عندنا 6. تمام. تعالوا هنا بيقول write an integer to represent each situation، اكتب عاوز الانتجر بيقول اللي بيمثل ده عاوز ايه. نكتب integer. integer قلنا اللي هي numbers اللي على number line سواء كانت positive او كانت negative numbers. A temperature is، شايفين معايا 12 degree celsius below zero، تحت الزيرو، يبقى بعبر عنها بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ ها هعبر عنها طبعا بالنيجاتيف، يبقى هقول له كده عندنا نيجاتيف 12 بس كده. وسؤال ده مهم وبيجي في الامتحانات. هنا she's diving، هي بتغوص يعني حاجة لتحت، 10 متر below، تحت سي ليفل، تحت سطح البحر، تحت حاجة لتحت يعني تحت الزيرو، يبقى معنى كده هعبر عنها بقول بكام؟ هقول عندنا نيجاتيف 10. احمد withdrew، اهو الكلمة دي احمد withdrew يعني سحب 6000 pounds بيقول from his bank account، سحب 1000 جنيه. طالما سحب يعني خسر يعني قل، فبالتالي هقول له negative 6000. تمام. طيب هنا بيقول the tree is 4 meter high، الشجرة ارتفاعها 4 متر. طب هو الارتفاع ده بيكون فوق ولا تحت؟ طبعا بيكون فوق، طالما عندنا above فوق يبقى بعبر عنها ب positive، يبقى هكتب بس 4. بيقول 3 steps forward، 3 خطوات لقدام، حاجة طبعا كويسة لقدام، يبقى دي بعبر عنها ب positive، يبقى هكتب كام؟ هكتب عندنا هو يقول 3، يبقى هكتب بس 3. الكلمات اللي حط تحتها خط، الكلمات دي نذاكرها كويس جدا. عندنا مثلا the tree is 4 high، دي ارتفاعها، عندنا ارتفاع لفوق فبرضو بكتب عندنا بالبوزيتيف. هنا قدام فعندنا برضو بوزيتيف، لكن لو قال لي مثلا عندنا backward للخلف فدي لا، دي هتبقى نيجاتيف. يعني هنا لو قال لي مثلا عندنا backward، تمام، backward يعني للخلف، فبالتالي دي بعبر عنها بايه؟ بعبر عنها بنيجاتيف، لكن هنا عندنا قال قدام فدي بوزيتيف. A bank deposit بيقول of 750 LE، هنا بيقول ايه؟ في عندنا اول حساب في 750 جنيه كويسه فيها مكسب وكده، يبقى عندنا دي بوزيتيف، يبقى زي ما هي هكتبها. هنا عندنا a loss، خسر، طالما خسر يبقى على طول بحولها النيجاتيف، يبقى بالشكل ده. again كسب، يبقى معنى كده طالما هو كسب يبقى دي بالبوزيتيف، يبقى هكتب بس 7. طيب هنا بيقول ايه؟ a profit، profit يعني ربح، 100 برضو دي معناها كسب، يبقى حط بس 100. طب هنا عندنا decrease، قل 200، طالما هو قل يبقى بحطها بيه نيجاتيف. الكلمات اللي حاطه تحتها خط، الكلمات دي نذاكرها علشان احنا كده من خلالها هنبقى فاهمين عندنا البوزيتيف والنيجاتيف انتجرز. تمام. تعالوا في اللي بعدها، بيقول هنا write the opposite of each integer، عاوزنا نكتب ايه؟ نكتب opposite، المقابل ليها. هنعمل additive inverse يعني معكوس جمعي، 5 هنا minus 5 او عندنا negative 5 بتبقى كام؟ الopposite بتاعتها على طول قلنا في النمبر لاين بالبوزيتيف. طب هنا عندنا negative 16 قدامها كام عندنا في النمبر لاين او المعكوس بتاعها يعني، او اللي بقول عليها additive inverse اللي هو number 16. طب هنا عندنا 6 يبقى عندنا كام؟ نيجاتيف 6. 1000 يبقى نيجاتيف 1000. هنا 0 لا، الزيرو هو نفسه 0. طب هنا عندنا فيه ماينس وهنا عندنا فيه ماينس 4. ماينس دي معناها ان الماينس دي معمول لها تايمز في الماينس دي، يبقى ماينس تايمز ماينس ماينس تايمز ماينس بيدينا ايه؟ بيدينا عندنا بلس،
فمعنى المساله بتاعتنا دي ايه؟ معناها ان هي اصبحت بلس. لما اجي اجيب اديتيف انفيرس ليها واجيب الاوبزيت ليها في النمبر لاين هتبقى عندنا بايه؟ هتبقى عندنا بنيجاتيف 4. هتبقى بايه؟ نيجاتيف 4. هي مش واضحه كويس، عندنا نيجاتيف 4 تمام. مره تانية هنا عندنا في ايه؟ في ماينس. فاكرين الحلقه السابقه لما كنا بناخد مثلا عندنا هنا مثلا ايه؟ عندنا مثلا 3 وكنت بعمل open parentheses واقول مثلا عندنا ايه 2 مثلا plus 4 فاكرينها؟ كنت بتقول ايه؟ ان 3 دي معمول لها تايمز مع 2 وال 3 معمول لها تايمز مع 4. نفس الفكره هنا، الماينس ده معمول له ماينس مع مين؟ مع اللي جوه، اللي جوه عندنا في الجروب ده، يبقى هقول ماينس تايمز ماينس بيدينا بلس تمام. يبقى دي كده اصبحت ايه؟ اصبحت عندنا 4 اللي هي دي. لما اجي احولها لاديتيف انفيرس هتدينا كام؟ هتدينا ماينس 4 تمام. use the number line integer for each point. استخدم النمبر لاين علشان بيقول لك اكتب فيها integer integer for each point. تعالوا نكمل الاول هنا الانتيجرز اللي معايا. هنا 1 يبقى هنا 2 3 4 5 وهنا 6 تمام. والناحيه الثانيه عندنا minus 1 minus 2 minus 3 هنا عندنا 4 وهنا minus اللي هي ايه 5 تمام. هنا بيقول A، A دي عبارة عن ايه؟ عاوز النمبر هنا والأوبزيت اللي ليه، دي 3 يبقى هقول له كمان عندنا ماينس 3 ماينس أو نيجاتيف 3. عندنا C، C اللي عندنا كام؟ C أهي عندنا نيجاتيف 2 يبقى اللي قصادها هقول 2 تمام. هنا B، B كام؟ عندنا 5 واللي قصادها هقول نيجاتيف 5 تمام. عندنا D، D عندنا نيجاتيف 5 يبقى اللي قصادها كام؟ قصادها 5 تمام. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ اديتيف انفيرس، جبنا اديتيف انفيرس. طب بيقول هنا ريبريزنت ايتش اوف ذا فولوينج اون ذا نمبر لاين، عاوزنا نمثل ده على النمبر لاين. تعالوا نعمله على البورد. عاوز كام؟ عاوز بيقول 3 وماينس 4 و1 و2. يبقى انا هكتب هنا 0 وبعدين 1 2 3 4 وعندنا كام؟ 5. هنا minus 1 او negative 1 negative 2 negative 2 negative 3 و negative 4. عاوزين نعمل لهم represent على النمبر لاين. هو بيقول كام؟ بيقول 3. فين 3؟ اهي. يبقى حط كده البوينت بتاعتنا قدامها او فوقيها يعني تمام. negative 4 تمام. وبيقول كمان 1 تمام اهو و negative 2 تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت ايه؟ represent لي integers. طيب جنبها بيقول هنا عاوزنا نعمل 6. طيب فين 6؟ عندنا هنحط طبعا 6 هنا عشان نحطه. ف 6 تمام هحط هنا ايه؟ بوينت تمام. وبيقول نيجاتيف 3 اهو وعندنا 0 وعندنا نيجاتيف 1 وعندنا 3 وبيقول اند 5 تمام. عندنا بالشكل ده ريبريزنت لي انتجرز اون ذا نمبر لاين على خط الاعداد. طيب بعد كده السؤال اللي بعده represent السؤال number 7 represent each number and its additive inverse on the number line. نجيب its additive inverse على النمبر لاين. فأول نمبر معايا هو number 3 تمام. أول نمبر معايا هو number 3 اللي هو ده تمام. عاوزين نجيب additive inverse ليه هلاقيه عندنا مين اللي قصده على طول negative 3 تمام. بعدها بيقول negative 4 يبقى هي دي. حط كده عندنا بس بوينت عليها واللي قصادها هقول له او الاوبزيت ليها هقول له عندنا 4 تمام. نيجاتيف 4 الاوبزيت ليها 4. طيب اللي بعدها بيقول 0 الزيرو برضو هقول له ايه؟ هقول له 0 تمام. هحط بس كده ايه؟ طبعا انا همسح ده واعمل نمبر لاين من جديد وهحط هنا ايه بس كده البوينت هنا الزيرو تمام. طيب تعال نشوف اللي بعده. would write each statement بيقول هنا filling in each blank. هو هنا عاوزنا نحط more than و less than. تعالوا معايا هنا في ايه؟ في negative 7 وفي negative 3. قلنا ايه؟ قلنا اللي بيكون عندنا from the right من ناحية اليمين هو اللي بيكون عندنا the biggest. طيب مين عندنا ناحية اليمين؟ 7 ولا عندنا minus negative 7 و negative 3؟ لا طبعا الموجود ناحية الرايت ناحية اليمين عندنا اللي هو ايه؟ عندنا نيجاتيف 3. طيب هنا 3 وهنا 4 لا الموجود ناحيه الرايت عندنا 4. طبعا احنا مسائل دي عارفينها. هنا عندنا نيجاتيف 6 ولا 0 لا الموجود ناحيه الرايت ناحيه اليمين في النمبر لاين. يبقى حاطينه كده ورسمينه كده قدام عينينا تمام متخيلينه يعني. فهنا هقول له لا عندنا ايه؟ طبعا الزيرو
تمام. هنا 8 وهنا 0، لا طبعا عندنا 8. هنا 2 وهنا نيجاتيف 9، لا عندنا هنا 2 طبعا. قلنا اي حاجه بتكون عندنا بلس او بوزيتيف بتكون اكبر من النيجاتيف، تمام. هنا عندنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، برضو البوزيتيف طبعا بيكون ايه اكبر. تعالوا هنا نعمل الرينج. بيقول عندنا هنا ascending order، يعني ببدأ من the smallest number from the smallest to the biggest. احنا عارفين الحاجات دي، فانا هبدأ اول حاجة من the smallest. فين هنا the smallest smallest number هو اللي بيكون negative. طب فين negative؟ عندنا 4 negative 4 و negative 1. طب مين فيهم عندنا the smallest؟ طبعا negative 4، تمام. هي دي the smallest، تمام. يبقى عندنا negative 4 وبعدين هقول له نيجاتيف 1 وبعدين خلاص عندنا طبعا ايه عندنا 1 وبعدين عندنا 3. يبقى كده عندنا انا عملت ايه from the smallest to the biggest. قالوا هنا قلنا the smallest number او عندنا the smallest number هو اللي بيكون فيه ماينس او نيجاتيف يعني. فانا عندنا في دي وفي دي وفي دي، تمام. يبقى فين عندنا the smallest number اللي بيكون اعلى حاجة، اللي هو بيكون بالماينس، رقم كبير بالماينس، هو ده اللي بيكون عندنا the smallest اقل حاجة. فاقل حاجة عندنا مين هي؟ اللي هي دي minus 60 وبعدين هقول له minus negative 22 وبعدين negative 17 وبعدين في 6 وفي 2 وفي 0، لأقل حاجة عندنا 0 وبعدين 2 وبعدين 6، تمام. تعالوا نشوف واحدة كمان برضو from the smallest. فين the smallest؟ لاحظنا ان كلهم دول نيجاتيف، يبقى مين اعلى حاجة فيهم؟ هنا عندنا اللي هي دي بتكون the smallest، يعني رقم الكبير في المسألة او في الارقام هو ده بيكون the smallest، بيكون اقل حاجة، لان هو طبعا بيكون from the left ناحية اليسار، تمام. فعندنا minus 9 ده هو عندنا the smallest. وبعدين هقول له negative 7 او minus 7 وبعدين هقول negative 4 واخر حاجة عندنا negative 1، لان عندنا negative 1 هو بيكون the biggest، بيكون عندنا the biggest negative integers، تمام. تعالوا نشوف اللي بعده. قالوا هنا هو عاوز بيقول نعمل arrange in ascending، يعني من الكبير. فهنا عندنا فين the biggest؟ الكبير هو البوزيتيف. هنا فين البوزيتيف؟ هو ايه number 7. يبقى هبدأ اول حاجة ب 7 وبعدين بحط مثلا عندنا ايه تاني؟ عندنا مفيش، لكن عندنا 0 بحطه وبعدين في minus 9 و minus 15. مين the biggest؟ طبعا minus 9 وبعدين بحط ايه اللي هي minus 15 او قول negative 15، تمام. طيب بعدين عند بوزيتيف ده نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طب عندنا مين؟ عندنا طبعا اول حاجة ببدأ اخد البوزيتيف عشان ببدأ انا بي the biggest. مين بوزيتيف عندنا؟ مين بوزيتيف؟ في 1 وفي 3 وعندنا 5، يبقى هبدأ اول حاجة بال 5 وبعدين 3 وبعدين بي 1، يبقى انا عملت كده the biggest. هنا بعد الزيرو في minus 1 يبقى minus 1 وبعدين في minus هنا في 8، تمام. واخر حاجة عندنا minus 11، يبقى انا عملت كده من the biggest to the least to the least. هنا عندنا نشوف فين البوزيتيف؟ في 8 وهنا عندنا بس، يبقى ابدا اول حاجه بال 8 وبعدين احط 0 وبعدين عندنا ببدا بمين؟ ب نيجاتيف 13 نيجاتيف 15 واخر حاجه نيجاتيف 19. يبقى انا عملت كده ايه from the biggest to the least. اسفه جدا ما كانتش واضحه، متاسفه جدا برضو على الاضاءه لاني انا بصور والنور قاطع، تمام. طيب تعالوا معايا هنا بيقول write the integers between each two integers of the following. اكتب هنا، عاوز نكتب ايه؟ integers بين كل من الانتجرز دي. يبقى عاوز نكتب الانتجرز اللي بين الارقام دي. فين عندنا ايه؟ عندنا هنا نيجاتيف 4 بعدين هقول نيجاتيف 3 ها نيجاتيف 2 عندنا نيجاتيف 1 0 1. انا مفروض مبدأش عندنا ب نيجاتيف 4 لا، وبعدين بحط هنا ايه؟ بحط 1 وبعد نيجاتيف 1 عندنا بعد كده في 0 1 2 3 4، تمام. طيب بعدين هنا بيقول ايه which are true، من اللي صح؟ بيقول select all the true statements، يعني اختار كل الجمل الصحيحة. number and its additive inverse are the same distance away from 0 on a number line but on opposite sides. بيقول هنا عندنا ان العدد والمعكوس بتاعه بيكونوا نفس المسافة من الزيرو، لكن في الاتجاه اللي بيكون مقابل. طبعا هقول له اجابة true.
all opposites are negative numbers، كل المقابل بيكون negative numbers. لا طبعا، ما ممكن عندنا اقول negative numbers المقابل ليه positive، والpositive numbers الopposite ليها negative numbers. تمام. zero is its own additive inverse. عندنا الزيرو ده بيقول هو additive inverse لنفسه، قلنا الزيرو هو additive inverse لنفسه. to show عشان توضح، five and its additive inverse on number line عشان توضح المعكوس الجمعي للفايف على النمبر لاين، بيقول لك count five units عد خمس وحدات and plot the point تحط النقطة. بيقول هنا عندنا ايه؟ بيقول عندنا في الجملة دي بيقول points five units وحط خمس وحدات to the right of the zero ناحية الزيرو، وبعدين بيقول لك حط the point five حط الخمسة بيقول units خمس وحدات to the left of zero. يعني احنا عندنا number line ده اهو، هنا عندنا في ايه؟ في zero، وهنا عندنا في number five. عشان اجيب additive inverse يعني من الناحية التانية، فطبعا هقول له اجابة true يعني ناحية الليفت للزيرو. طبعا هنا the additive inverse of any number is zero. additive inverse لأي number هو زيرو؟ لا طبعا، هو عندنا مثلا زي قلت ايه، قلت عندنا مثلا عندنا four additive inverse ليها كام؟ عندنا negative four، او العكس عندنا additive inverse ليه negative four هو four، لكن الزيرو هو زيرو، فدي ملهاش علاقة. تمام. طب تعالوا نحل هنا multiple choice. بيقول عندنا في negative three، وهنا عندنا في نيجاتيف، وفي نيجاتيف عندنا سايد اجروب، يبقى هقول ايه؟ قول ده عندنا ماينس تايمز ماينس هيدينا ايه؟ هيدينا بلس، يبقى دي اصبحت عندنا بلس 3. والنيجاتيف 3 ولا بوزيتيف 3؟ قلنا اي حاجه بالبوزيتيف هي بتكون بيجر ذان النيجاتيف، صح؟ يبقى طلع العلامه هنا بالشكل ده. تمام. طيب هنا ان انتجر انكلودد بتوين، عندنا هنا بيقول النمبرز اللي بتكون بتوين ده عندنا كام؟ دي عندنا نيجاتيف 2 و 3، يبقى عندنا في نيجاتيف 1 وعندنا 0 وعندنا 1 وعندنا 2. عندنا في دول بتوين النمبرز دي، هنا عندنا 3 لا، عندنا نيجاتيف 3 لا، نيجاتيف 4 لا، عندنا مين؟ نيجاتيف 1 هو بس اللي بتوين عندنا التو نمبرز دول من الاختيارات. يعني هنا بيقول the integer which come، بيقول which comes just next، عندنا اللي هو negative one، مين اللي بيجي بعد negative one؟ عندنا مين؟ zero. تمام. عشان عندنا اللي بيجي بعد negative one الاكبر منه اللي هو مين؟ اللي هو zero. تمام. طيب the number of integers between عندنا بيقول كام؟ بتقول هنا negative two and two، negative two and two، يبقى عندنا negative one، عندنا zero، عندنا one، عددهم كام؟ one two three، عددهم three. خلي بالكم السؤال ده غير اللي فوق، هنا عاوز an integer، عاوز العدد الصحيح، عاوز هنا العدد الصحيح، لكن هنا عاوز the number يعني كام واحد ما بين عندنا اللي هو negative two وعندنا two، فانا بعد ما اجيبهم هبدأ اعمل لهم count. ادي كده one two three، فعندنا three numbers. بيقول the opposite of the opposite five، المقابل لمقابل الفايف. طب هو اصلا عندنا مين الاوبزيت بتاعت الفايف؟ هتقول لي اصلا الاوبزيت بتاعت الفايف اللي هي نيجاتيف فايف. طيب مين عندنا بيقول الاوبزيت بتاعت النيجاتيف فايف؟ هتقول لي برضه هي فايف. طب هي فين اصلا؟ هتقول لي يا مس اهي ليه دي؟ عشان قلنا دي تايمز ده هيدينا بلس، يبقى هيدينا عندنا ايه؟ اللي هي بوزيتيف فايف، وطبعا انا ما بحطش ايه البوزيتيف هنا. The smallest number from the follow، أصغر حاجة من التالي، مين عندنا the smallest number؟ The smallest number هو بيكون عندنا في، لو مثلا هتكلم عن هنا في النيجاتيف يبقى أكبر حاجة هي بتكون the smallest يعني أكبر رقم، فاهميني؟ فهنا عندنا 17 دي هي أعلى حاجة واحدة فيهم، يبقى هي دي عندنا the smallest. هنا عندنا بيقول the greatest number from the following، اعلى حاجة من دول اعلى حاجة بتكون بالبوزيتيف، وهنا عندنا في بوزيتيف لا ما فيش بوزيتيف، يبقى عندنا اللي بعد الزيرو على طول عندنا مين؟ اللي هو minus one او بقول negative one. which of the following is the nearest to zero، مين اقرب حاجة في دول الزيرو؟ عندنا هنا في ايه؟ احنا عارفين الزيرو، وعندنا في one، عندنا two، عندنا three، هنا في minus one او negative one، negative two، negative three، وبعدين هنا في طبعا ايه four، يبقى مين اقرب حاجة عندنا للزيرو ده؟ هنا لو قلت negative two طيب ماشي، هنا قلنا three لا بعيدة شوية، عندنا ما بينهم في three units، طب هنا عندنا هقول نيجاتيف 3 لا ابعد، عندنا نيجاتيف 2 هي تعتبر اقرب حاجة للي هي عندنا 0.
اختار نيجاتيف 2. هنا بيقول the greatest negative integer، طبعا minus 1 هو عندنا اكبر حاجة في النيجاتيف. بعد the greatest non positive integer، اكبر حاجة بيقول هي مش non positive integer، عندنا مين؟ zero، لان zero احنا قلنا عليه ولا هو عندنا negative ولا هو positive. تمام، هنا عندنا the distance، المسافة between the opposite of 4 and 0 on the number line equals، المسافة بين عندنا 4 لل 0 على number line بتساوي كام؟ بتساوي عندنا 4 units، لان عندنا من 0 لل 1 1 2 3 عندنا 4، يبقى كام؟ هقول 4 units، 4 وحدات. تمام، هنا برضو هفهمها لكم، احنا قلنا كده عندنا number line، فهنا عندنا ايه؟ 0 وبعدين في 1، هنا 2 هنا 3 هنا 4، يبقى كده عندنا دي يونت، كده يونت 2 يونت، كده 3 يونتس، كده عندنا 4 يونتس، يبقى هختار عندنا 4. فاهماني؟ طيب the distance، المسافه between the number 2 and، بيقول هنا عندنا its opposite، والمقابله ليها على number line equals، المقابله ليها عندنا كام يونتس، كام وحده؟ ما احنا عندنا هنا شايفين معايا عندنا دي ايه؟ عندنا دي 2، تمام اهي، وهنا عندنا في كده نيجاتيف 1 وهنا في نيجاتيف 2، بينهم كام يونتس؟ عندنا كده 1 2 3 4، يبقى بينهم كام؟ عندنا هقول 4 يونتس. تمام، كده نكون خلصنا درسنا النهارده، اتمنى لكم التوفيق والنجاح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ثانكس فور واتشينج، باي باي.